للناس الكل، للاعبين ولطرفان والجمهور. ما كانتش مقابلة سهلة، كنا نعرف ان تصنع فينا مقابلة صعبة. الحمد لله كانت عندنا عزيمة كبيرة باش نتوجوا باللقب هذا اللي خسرناه السنة اللي فاتت مع الزمالك، لكن الحمد لله اليوم بالروح نتاع الملاعبية جبنا الكاس هذه ان شاء الله. قول لي احساسك كده مع البطولات في النادي الاهلي، وانت خلاص كمان داخل على كاس عالم، عندك كاس عالم مع منتخب تونس. حاجة تفرح تلعب في فريق كل شوية يلعب على بطولة، حاجة معناتها النادي الأهلي كي يدخل المسابقة لازم يلعب للآخر، يلعب على البطولة. الحمد لله 3 ألقاب تو مع النادي الأهلي، حاجة تفرح وإن شاء الله نكملوها مع المنتخب إن شاء الله. إحساسك النهاردة بهذا المشهد وجمهور الأهلي الموجود الكبير، والبطولة كام ليك يعني مع الأهلي؟ هذه البطولة الثالثة، والجمهور الأهلي جمهور معروف، معناها ديما يتحاول مع جمعيته وين تلعب. نشكرهم برشا على الوقفة معهم نتاعهم معنا، وإن شاء الله ديما نفرحوهم إن شاء الله. طيب علي، الفترة الأخيرة بيتكلموا في عروض كتيرة، لكن أنا حسب ما بسمع من الإعلام التونسي والصحافة التونسية بالعكس أنت سعيد وعايز تكمل في الأهلي، وقلت كذا مرة مهما بتجيلي من العروض لا أنا عايز أستمر في الأهلي، صحة هذا الكلام؟ اللي كنت تقول فيه، عندي عقد مع النادي الأهلي 4 سنوات، العروض اللي جات صحيح فما عروض جات، لكن ما كنتش موافق اني نخرج الا بالموافقه نتاع النادي الاهلي، وان شاء الله مكمل مع النادي الاهلي ان شاء الله. البطوله كام؟ ثالثه. ثالثه ثالثه تمام. المرحله الجايه شايفها ازاي؟ ان شاء الله مرحله باهيه، قاعدين ماشيين في الدوري بالباهي، كسبنا اخر ماتش، مازال قدامنا المشوار الدوري، ان شاء الله نحاول نكملوا كما يلزم ان شاء الله. شكرا علي. وليد ازارو